تعمل ايه لو شفت قدامك شباب بيتريقوا على حد كبير في السن لا لشيء غير لكونه كبير في السن وحركته بطيئه؟ هتتدخل ولا مش بالضروره؟ طب يلا يا عم الحاج عرفتنا ببطئك. ربنا يهديكوا يا ابني. مش هنخلص النهارده ولا ايه؟ ست امشي شويه. ربنا يهديكوا. ربنا يهديكوا. يا عم انت اللي زيك مات اقسم بالله. انا هنا جنب ساعه بقى. كان واضح انتباه الناس. يا ابني انت عيب يا ابني. انت اللي زيك وقت تطلب دليفري في البيت يا ابني. طب انت متمنى وقت في البيت. استنى استنى ايه اللي بيحصل؟ لا انتوا ماتوا اساسا. كد والدك تكلمه بالطريقه دي تكلمه بالطريقه دي. ده ادب. مش كفايه ميت يا عم. يا عم مش كفايه ميت. كلمه يا عم. روح انت كلامك مش مظبوط كده. عيب عيب يا ابني ده مش من سنك. عيب بقى له ساعه وقت. في يوم من الايام هتبقى قد. هو اللي قده مات. اللي قده مات. محدش يتدخل يا جدعان. محدش يتدخل. ازاي يا عم محدش يتدخل؟ شكلها 100 جنيه عليك دلوقتي بقى. دخل شكلها 100 جنيه عليك دلوقتي بقى. الإنسانية ملهاش دين ولا وطن، دي حاجة لازم تجري في دم كل بني آدم. هو ده أبوك يعني؟ ده أبوك ده أبوك ولا أنا مش فاهم؟ ما تقعدش كده! ما تقعدش كده! عيب! أنا واقفة معاهم عيب! ثانية واقفة أقول لك بس لا لا في بوابة من هنا اطلع من هنا ده يقعد في البيت ويطلب دليفري ده مالك باشا ده إيه ده عايز تخش خش واقف يا عم أخش في البيت أنت مش هيخش من هنا اطلع ده يروح يموت ده وانت لما تبقى كبير في السن هتستنى حد يعمل لك كده يا عم يلا يا عم انت وقف انت رايح فين يلا يا عم انت وقف انت رايح فين طب احنا عايزين نخش يا عم ما تخشش يا عم هو مبسوط وعمل لنا مشكله دلوقتي يا عم هو يعمل اللي هو عايزه يقعد في بيته يا ابني لو سمحت خلاص بقى ايه ده وهنا كان لازم يتدخل ما تغلطش فيه كده يا اطلع من هنا السلام عليكم السلام عليكم حاج هستأذنك بس هاخد من وقت حضرتك لحظه واحده انا عايز اعرف حضرتك بناء على ايه وقفت وسجلت الموقف اللي انت سجلته ده ايه اللي ما عجبكش في الموقف هو قله ادب اصلا مش معنى يجي الواحد كبير يقول له انا ساعه وساعتين والمول ليه كذا باب اصلا ضايقتي على طول اول ما شفت الشباب بيت عيب عيب شاب زي ده وتتريق على راجل ايه ده ما عجبتنيش الطريقه يعني هو لو هيكبر وهيبقى كده قده في السن مش هيستنى ان حد يعامله كده الطريقه الصح اللي نتعامل بيها مع كبار السن عامله ازاي عامله كانه ابوه مش تعمل اكتر من كده ده ايه اللي خلاك تسخن بالشكل ده موقف انساني راجل كبير قد والدي كبير يعني حرام لما لقيته بيشتمه كده ورجل يموت وما يموت حرام يعني ده الراجل الكبير المفروض نتعامل معاه ازاي نتعامل معاه باسلوب حلو يعني لو راجل مش عارف يعدي انا هاخده اعديه حضرتك وصلتي لدرجه ان انت حتى بتزقيه يعني بتعمليه في وشه انا ما قبلتش ان هو يتكلم كلمه زياده كلمه تجريح انا حسيت ان هو بيكلمني انا هو بيجرحني انا مش بيجرح ماما الشباب بيفتكروا ان دي خفه دم منهم ولذاذه ان هما بيتريقوا على حد كبير في السن الشباب دول حضرتك تقول ايه حط باباك مكان لو انت شفت واحد او شاب بيعمل كده في باباك انت هتعمل ايه هتبقى واقف وتعمل ايه ايه دي بس كده هنشوف هنعمل ايه مش عارفه هيحصل ايه انا رايحه اصلح الموبايل يوم واخد صور عليه ايه دي بس بالراحه كده احنا اتنين بنات هنعمل حاجه عليه ما لما نشوف لما يجي ونشوف هيعمل ايه هينشر الصور انت مش فاهمه حاجه بالراحه ممكن لما نشوف هو فين انت بقى خايفه بقى شويه اهدي يا بنتي صوري معايا وديني في 60 داهيه اهدي قلنا شويه انت مش شايفه بيقول لي ايه بيقول لي هنزل صورك على النت لما نشوف هيعمل ايه ما تستني ازيكم يا حبيبي ازيك يا استاذ محمد تمام الحمد لله دلوقتي حضرتك يعني حضرتك شخص انت شخص محترم وابن ناس وانك مش هترضى لي الاذيه واعتبرني زي اختك يعني انت ممكن تمسح الصور اللي انت خدتها من على موبايلي او انك تديها لي وخلاص وشكرا هو يعني ايه ممكن هو هيمسحها استني 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 ان شاء الله ما همسحها انا جاي اصلا عشان امسحها وخليك انت تمسحيها بنفسك بس قصاد كل دوت انا عايز 2000 جنيه 2000 جنيه حضرتك انا اديهم لك 2000 جنيه لا بقول لك ايه انا حوار الستر عليه ده كله ما ياكلش معايا انا ممكن امشي دلوقتي اهدي ايه ده انا اتصرف فيها بمعرفتي خلاص 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 الكلام خلاص الكلام الصور دلوقتي على تليفوننا بس ماشي على تليفوننا بس بكره الله اعلم هيبقى فين سلام طب استنى طب استنى هي دي صدمه بجد يا استاذ اوب يا جدع بطاقتك فين نعم عايز ايه بطاقتك فين لا يا طب عايز بطاقتك فين انت وريني الطاقه وريني الطاقه انت بتقول لك ايه السلام والسلام حاسس كده ايه اقعد اقعد طب عشان ما تتغدش طب خلاص قسما بالله ده قسما بالله ده ثانيه واحده بس يا جدعان الموبايل مفيش حاجه يا جدعان اقعد يا بعدين طيب اخلص انت عايز ايه انت بطاقتك فين انت ليه نيكولا عايز بطاقتك مين انت طب انت عايز ايه اقول لك بطاقتك طب بالله طب بطاقتك يا
صح؟ انا قعدت معاها. انت عايز ايه؟ قعدت معاها. انت عايز ايه؟ ابراهيم صوتك يا ابراهيم صوتك. ايه ده بس كده؟ ابراهيم صوتك. بص بص وهنا كان لازم ندخل. السلام عليكم. السلام عليكم. مفيش حاجه يا ريس. مفيش حاجه يا ريس. والله العظيم ده موقف تمثيلي واللي حصل ده مش حقيقي. مفيش حاجه. انا بس عايزك تهدى كده عشان اعرف يعني اعرف منك انت كنت بتفكر في ايه وايه اللي خلاك تقوم زي السهم بالشكل ده. بنت غلبانه وجاي عليها. والله اصلا طلع من اول ما تحطش حاجات خاصه قوي او حاجات تمسنا يعني احنا او عيلتنا على الاجهزه دي من الاول. بص اصل انا بصراحه بيستفزني جدا الموضوع. الموضوع بقى منتشر فكره سرقه الصور وان هي خايفه وان هو فعلا بيبقى ابتزاز ومش ابتزاز مره واحده. وعشان كده انا كنت بقول لها سيبيه. جنى ريم تعالوا هنا تلعبوش معايا. معلش بس بيهم يلعبوا معاها ما بيعملش حاجه على فكره. انا بخاف على اولادي وبعدين انا ما اضمنش رد فعله بصراحه. لو سمحتي بصي ده ماسك ايديها. ايه ده؟ في ايه يا مدام؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ معلش انا ماليش ذنب في ابن حضرتك. هو ماله ما فيهوش حاجه. انت مش شايفه هو عامل ازاي اصلا؟ ما فيهوش حاجه خالص. فين انا؟ ما فيهوش اي حاجه. معلش اصل انا مش لاقيه اولادي حضرتك لما ايديهم اللي يعمل فيهم حاجه. كان واضح انتباه الناس. لا معلش ام سوري انا بخاف على اولادي. انا مش لاقيهم في الشارع. انا واخده بالي دلوقتي لسه حالا. يا ترى هيتصرفوا ازاي؟ انا مش عارفه انا اخاف يعني حاجه في البنات. في ايه؟ هنعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم ايه؟ على فكره هو بعيد حضرتك. الناس زي دي انا بخاف منها. لا لا زي زي الناس زي دي. انا كلمتك؟ لا لا هو انت بتتكلمي عن بني ادم. ده بني ادم. هاتيه وتعالي اقعدي معايا عشان ما يعملش. لا يعمل. احنا عادي. تعالي بس اقعدي معايا لو سمحتي. ما تكلمنيش كده لو سمحتي. حضرتك فرجتي الناس عليا. انا مش فرجت الناس عليكي. احنا بنطلب مكان تاني وهتقعدي معانا ومع اولادنا. اوكي؟ وابنك هيلعب مع اولادنا. اوكي؟ عشان انتي ابنك طفل جميل. ده ملاك. ابنك ده ملاك. لا 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 معلش ما ينفعش. ما ينفعش عنصريه خالص للشباب دي خالص. انا عنصريه بخاف على نفسي. حلو يبقى تقعدي في بيتكم. هم لا مرضى ولا الناس ولا الناس مش طبيعيه. مش طبيعيه تماما. مش طبيعيه تماما. انت حاسه ان انت فعلا تعبانه من المكان. قاعدين عادي. انت اللي تمشي. احنا كلنا قاعدين عادي. يعني حد متضايق في الكافيه من الولد يا جماعه؟ اللي متضايق يا جماعه يبقى اللي متضايق هو اليوم يمشي. لان هي تعبت لنا اعصابنا. وهنا كان لازم ندخل. اسف جدا ان انا مضطر اقطع الحوار الحلو ده. احنا بنشكركم ونحييكم. انتوا كنتوا معانا في برنامج الصدمه. برنامجك على فكره بقيتي جزء منه. قولي ايه حضرتك للناس اللي بيتعاملوا بالطريقه اللي انت شفتيها دي؟ لازم يكون عندنا رحمه ببعض اكتر من